3. طيب اللي جاي دي اسمها ايه؟ دي غزالة دي ولا دونكي ولا اسمه ايه ده؟ مش عارف. غزال. حد يعرف اسمه في انجلش؟ وان دير. وان دير. اكسلنت، يو ار اكسلنت. طيب ذا نيكست وان، هاتس. هاو ماني هاتس؟ 3. ذا نيكست، هاو ماني ابل؟ وان. What about flowers? What about flowers? Two. Excellent. طب الصورة دي ايه؟ Onions. Onions. Right. انتوا شطار قوي على فكرة. طب how many onions are there? Two. Excellent. طيب how many butterflies are? Four. You are the last. The last picture, which about tomatoes. How many tomatoes are there? Five. نسقف لنفسنا سقفة كبيرة كمان كلنا. أسمع السقفة. برافو 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 برافو. شطار قوي، أنا مبسوط إن أنا معاكم أونلاين النهاردة. يلا نروح. كفاية كده ولا ناخد واحدة كمان؟ واحدة كمان. طيب لا ده أنتوا أشطر باين عليكم. اوه تعالوا بقى في نمبر 5، تمرين حلو قوي. عندي بيكتشرز على الشمال وعندي الام بتاعتها، لسه واحده بس اسمعوني وبعد كده نكمل. والعمود اللي في النص الميدل كولوم ده which about the form of the numbers in the form and the last one in the letter 4. طيب هسمع لجين وهتقول لي الصوره الاولانيه ايه دي؟ كان صح؟ How many ants? Two. How many? Two. Excellent. يبقى هنوصلها بأنهي صورة في النص؟ الأولى ولا الثانية ولا قد جميل؟ التانية. طيب وبالظبط حبيب قلبي صورة قمر. طيب وفي العمود الأخير هنوصلها بأنهي صورة؟ الثالثة. برافو، اكسلنت اكسلنت. طب راوده بقى اللي صوتها من اول الفا. يلا يا راوده يا قمر قولي لي بقى الصوره الثانيه. 3. اكسلنت. طيب هتفضلي ان انت توصليها بانهي رقم من الارقام اللي في النص يا راوده؟ 3. اول واحده اللي هي اول صوره. برافو عليك. والثانيه الاولى. برافو عليك يا راوده، شطوره جدا شطوره جدا 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 جدا. طيب بقى عايزين بقى الرجالة يبقى يعني شطار في المجموعة دي. مازونة، يلا مازن قول لي بقى الصورة الثالثة فيها كام انت؟ 1. وهتوصلها بأنهي رقم؟ ثالث صورة. وهتوصلها في العمود الثالث بأنهي رقم؟ ساكن الثانية. برافو عليك، اكسلنت، شطار جدا جدا جدا. طبعا التمرين ده لو سبته لكم هتعرفوا تحلوه، صح ولا مش صح؟ صح. برافو يا لوزين. طيب تعالوا بقى let's go to the exercise number 6 which write in digit. كلمة digit يا أولاد يعني بالأرقام، يعني بالإيه؟ بالأرقام. نشوف العدد ونحوله من صورة الليترز لصورة الأرقام. طب يلا بينا. أول حاجة إيه؟ 1. excellent. طيب جنبيها تبقى إيه؟ 2. جميل، دي حاجات سهلة خالص. طب انتوا شطار قوي. يلا يا شطار بيقول لي رايت الليترز. كلمة الليترز يا ولاد يعني هنكتبه بالحروف، اللي هيجاوب معايا هيقول السبيلنج. يلا أول سؤال عبارة عن إيه؟ زيرو. يلا يا لوجاني قولوا لي، قولي لي حروف كلمة زيرو. زيرو. Z-E-R-O. طب جاين قولي لي الوان. O-N-E. اكسلنت، برافو. طيب تعالوا نروحوا شريحة جديدة. بصوا بقى شيت 2 هنراجع الأيام تاني. طب مين شاطر يقول لي النهارده ايه في الايام؟ ساتر داي ولا ساندي ولا ايه بالظبط؟ ماندي. ماندي.
ازاي؟ برافو 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 برافو، اهو انا مشاور عليه بايديا. يلا بينا نروح للصورة الاولانية، وعايز لوجين هي اللي تقول لي الواد الامور ده رفع كام فينجرز؟ 4. يبقى هنعمل سيركل على مين؟ 4. جميل. طيب السؤال اللي بعده، مازن الشاطر الجميل، ها how many dogs are there? 3. excellent. يبقى هنعمل سيركل على مين؟ 3. طيب مش معنى ان التمارين سهلة يبقى الموضوع سهل، لا انا عايزك تاخد الارقام هنكبر بقى من ال 1 لغاية ال 100 خلاص، وكمان هنوصل مع بعض لغاية ال 120. مش معنى ان المستر عطاها صغيرة ان هو المعلومات هي بداية الايه الموضوع في الجونيور 1 كده. مين عايز يبقى معاه ماني كتير؟ انا. هتعملي ايه لوجين بالماني؟ ايه اشتري بيه حاجات. بصوا بقى، يلا مازن يلا بينا الجروب الجميل بتاعنا، انا هسميه جروب الناس الشاطرة جدا. يلا مين يقول لي how many star؟ 1. how many crayons؟ 1. how many crayons؟ 4. مين بيحب توم اند جيري؟ انا. بنتفرج على الافلام بتاعتهم؟ مازن بتحب مين اكتر، توم ولا جيري؟ جيري. جيري جيري. طيب بس يعني انا بحس ساعات توم ان هو مظلوم شوية، صح؟ تمام. طيب يبقى دول كام؟ 2. طب التوميتوز بقى بتاعتنا دي النهاردة اللي جات معانا النهاردة كانت ضيفة حلوة، ظهرت معانا اكتر من مرة. هاو ميني توميتوز؟ 5. هنعمل دايرة على انهي، الايه ولا الفور ولا الفايف؟ 5. طيب البوكس، هاو ميني بوكس ار ذير؟ 4. اكسلنت. 4.